بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. المشاريع التنموية الصغيرة يعني مشاريع كبيرة تكون مشاريع كبيرة وفي صغيرة على مستوى الأفراد، وهذا هذه النوع من المشاريع، الأنواع من المشاريع الصغيرة التنموية تلقى اهتماما كبيرا ودعما من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، فهنيئا لمن ساهم فيها. يعني مشروع صغير يديره شخص يعيش منه ويكتسب منه ويصرف على عائلته ويورثه لأولاده ويتطور عن طريق هذا المشروع الصغير، على قلة هذا المشروع وعلى إمكانات قليلة لكن تنمو مع الأيام وتكبر مع الأيام. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، مثل ما قيل سووا خير تلقاه.